السلام عليكم يا حاج. هو خلاص الواد ده هيشتغل معانا؟ وعد. الواد ده هيبقى اخوك واخوك الكبير كمان. يحيى هيبقى مكان متولي، عاوزك من النهارده تبقى في ظهره، عاوزك تضمه لحضنك، وخليك فاكر الضفر ما يطلعش من اللحم. حاضر حاج. عملت ايه في الاجتماع؟ السراج كان قلقان شويه عشان ده اول اجتماع حضرتك ما تحضروش، لكن انا وعمي سليم خلصنا معاه كل حاجه. بكره اتعود. عاوزك تبلغهم في البلد يجوا كلهم، عاوز لما ارجع من السفر يكونوا موجودين. واخوك صالح لازم يكون موجود، تاكد عليه. هو في حاجه يا حاج ولا ايه؟ عاوز ابلغهم مين هيبقى الكبير بعد عمك شريف. حضرتك ادرى مني، بس يعني حضرتك شايف ان ده اوانه؟ ايوه هو ده اوانه يا زكريا. عامة انا مسافر وراجع على طول. حضرتك شكلك تعبان، ما بلاش تسافر، انا هسافر مكانك. لا لازم اروح انا بنفسي عشان اطمن اللي هناك ان لسه ليهم ظهر يتسندوا عليه. وانت تخليك معايا على التليفون عشان لو جد جديد في العملية. طبعا يا حاج، انا مش عايزك تقلق من حاجة. مش قلقان طول ما انت في كتفي يا زكريا. بالمناسبة خلاص اتفقت انت وهايدي انكم هتربوا البنت؟ ده بعد اذنك. بس اوعى تيجي على مراتك يا زكريا. وقال يا حسن أجل. سبت الدار وهربت لي يا حسن؟ بصراحة؟ لو ما قلتش الصراحة هترجع السجن تاني، وأنت عارف إن أنا عارف كل حاجة. البت بنت عم حمزة. بنت عم حمزة؟ حلوة البت دي؟ حلوة يا عم سلامة، والله العظيم حلوة قوي. بتحبها؟ مش عارف، أنا أصلا مش عارف يعني إيه حب. طيب قول لي لما بتشوفها بتحس بإيه؟ أنا أصلا بفكر فيها طول الوقت. كل ما أفكر فيها بحس إن قلبي بيدق بسرعة قوي. طب أنت عارف أنا أول مرة شفتها حسيت إن قلبي هيقف وإنها عم طولي. عندك استعداد تعمل أي حاجة عشان تتكلم معاها؟ ايوه يا عم سلام. طيب عندك استعداد تهرب تاني يا حسن؟ انا مديك الامان اتكلم. ايوه. يبقى بتحبها. طالما انت بتعمل الحاجات اللي انت في طبيعتك العاديه ما بتعملهاش يبقى ده اسمه الحب. حب شجاع جريء يا حسن، والحب اللي بيخوف ما ينفع. وانت شجاع وجريء وتستاهل تتحب. مش فاهم قصدك عم سلامة. ما فاهمك بس تديني الامان. زمان يا حسن انا كنت بحب واحدة لكن ما عشتوش الحب ده. لما انت لازم تعيش حبك. اهرب يا حسن، روح اتكلم معاه، سيب الدار واهرب. اهرب بس اقولك انا ما قلتلكش حاجه خالص، اتفقنا؟ والله كبروا الاولاد وعرفوا يحبوا. وبعدين يا رايق
انت هتفضل عيد لي كده في البيت زي ارض قطع ولا ايه؟ زين رفع علي السلاح يا شروق، كان بيني وبين موت 2 سنتي. 2 سنتي ونص. طب الف بعد الشر عليك يا حبيبي. الله، انا محدش طايقني ليه يا جماعة؟ كما لو كنت قاعد على حجركو. زين قال لي لو شافني تاني هيقتلني، وهاشم عامل حفلة النهاردة ومصر اني اروح. ويا عالم، ممكن اروح الاقي زين. وسيف قال لي الدار اليومين دول شوية، مش عارف، في كل خرابة مهموز، وانا راجل كبير لو خدت المهموز ده هروح فيها. يا رب حياة حبيبك النبي يا رب زبط لي الدنيا. الله، في ايه؟ هو انت هتفضل طول الليل مزاولنا يا رايق ولا ايه؟ ما تقوليش يا رايق عشان انا متضايق. انت قلت ايه؟ ما تقوليش يا رايق عشان انا متضايق. ما تقوليش يا رايق عشان انا متضايق. والله العظيم ما اطلع اغنيه حلو. ما هو العسل اللي انت فيه ده هو اللي هيودينا في داهيه. شاعر قد الدنيا. منور يا رايق. الله يخليك يا هاشم بيه، وانت وسيف بيه برضو. تسلم. مش كنا اتجمعنا القعده الحلوه دي عندي في الكباريه؟ تتعور، احنا متجمعين هنا عشان نشتغل. ولا انت سايب الشغل عشان تفك شويه؟ لا، ما انا برضو بتاع شغل، بس الشغل عندي هناك ليه طعم تاني خالص. يا سيدي اعتبرها زياره من اللي عليك، وهو تجرب الانبساط عندنا يعني. ما شاء الله جامد انت برضو يا رايق، وقلبك ميت مش سهل. مش خايف كده وجاي؟ جدع رايق والله. قلبي مات من الحاجات اللي شفتها يا سيدي. خوفي عليك يا فتحي يتحصل قلبك من كتر الحاجات اللي بتشوفها، وساعتها بقى ننفذ الوصيه بتاعتك، وكلنا كده بالصلاه على النبي نروح نسهر في الكلاب بتاعك. حبيبي ده انت ذوقك طلع وحش قوي. من بعيد كانت حلوه والله، انا مش عارفه ما قبت عليا ايه اللي حصل. طب قولي مين عاجبك وانا اظبطك معاه. تظبطيني؟ مين الوحش؟ رودي سيف العزازي. تعرفنيش؟ لا، ازاي؟ على راسي يا داخليه. طب سيبك من الداخليه وخلينا في الخارجيه. قولي مين عاجبك في الحفله وانا اظبطك معاه. بس كده بابا يزعل. بابا يزعل لو انا زعلت. تعالى معايا عشان ما يزعلش. وانا ما اقدرش على زعل بابا. شايف يا خبيتها الواد عندها بنت سيف بيه في ميني دي كسر. كسر يا تنين اللي عايزه خلف. اتفرج على الجمال والحلاوه والادب وقله الادب. ريهام وده بنصلك عليه معفن. انت معفن ليه بس؟ انت مستقل بيا ليه؟ يا ده الطيبون للطيبات، دول ولاد ناس، احنا ولاد كلب. بس انت مالك كده يا رايق من الصبح مش على بعضك؟ لا، دي حوارات كده انا بنحكي فيها واحنا رايقين، انما الليله سيبينا نسهر وننبسط براحتنا. تربق يا رب، كفايه متعه يا رب. طب انا همشي بقى عشان خنقتوني.
بحبك وانت مركز مع الكل وعامل نفسك مش واخد بالك. قعدتي يعني ولا اشتريها؟ على فكره انا زعلانه منك. انت عارفه دي مره كامله تقولي لي فيها كده؟ يعني انا غلطانه؟ انا غلطانه يا ريهام اني بقول لك ان انت مقصره معايا؟ يا حبيبتي لا، بس انت عارفه ان انا على طول مشغوله مع بابي في الشغل، يعني ما بخرجش اصلا، ايه بقى لازمه الزعل دلوقتي؟ يا بنت يا بنت وحشتني خروجاتنا كده وقعدات النمل بتاعتنا. الله، وانت كمان يا نودي وحشتيني. طب بقول لك ايه؟ ما تيجي ننام كده شويه. ها فين؟ شفتي الواد اللي نزل العطار؟ اه ده البنت رودي شقطته في ثانيه. رودي دي اصلها ما شاء الله عليها مدرسه. اه مش كده؟ زين العطار بيحضر العملية جديدة. ده غير اللي ضحك فيه على الرايق. الرايق ده عبيط. العملية الجديدة اللي بيحضر لها زين لو كملت هتبقى خراب على الكل. يا عم فيه ايه؟ هو ده زين فيه نبات؟ اه يموت الزمار. العملية الجديدة اللي بيحضر لها هيخلصها سليم، بس شكلها كده مش هتكمل على خير. بصوا بقى، انا شخصيا اللبش بتاع زين العطار ده بقى ملياش فيه، اتخنقت. عارفين لو عندي دقه ليه عنده دقتين؟ مش كده ولا ايه يا هاشم؟ كل شيء باوان يا جلال، ما تفكرش، اتبسط دلوقتي. يلا ماشي. روح مع الرأي اعمل اي حاجه حرام. يلا. حاضر. حرام ولا حلال قول لي. ماشي. حلو البصمات ده. امال ايه؟ خايفة عليك يا زين. أنا عارفة إنهم كانوا عايزينك أنت مش عايزين شريف، وعارفة برضو إن اللي جرب يعمل كده مرة هيجرب تاني. ما تخافيش، مش عايزك تخافي أبدا. مال هتعملي إيه لما أموت؟ ألف بعد الشر، ما تقولش كده أبدا. الموت مش شر يا جيهان، الموت حق. بس بقى، بس ما تقولش كده عشان خاطري. آسف يا حاج، الرجالة بس جم عشان السفر. طيب أنا جاي. ماشي يا حاج. ما تخافيش.